طيب كابتن اشرف، توقعاتك ايه للاهلي والترجي؟ لا هو مش توقعات، يعني ايه اللي ممكن يحاول ان الاهلي يحصل على من المباراه، وخصوصا ان في امور ايجابيه كتير جدا معاه. ايه هي الامور الايجابيه؟ يعني كمثال، يعني هو لسه حصل على بطوله السوبر من فتره قريبه. معنويا هو طبعا هيبقى داخل على المباراه بمعنويات مرتفعه جدا بالنسبه للعيبته، حتى الاداره الفنيه هتبقى نفس الوضع، الجماهير هتبقى برضو المسانده بتاعتها بشكل كبير. المباراه هتتلعب مع الترجي، والترجي كمستوى اقل من الفترات اللي فاتت بكتير جدا، خسران ماتشين في الدوري ورا بعض، اخر ماتش الصفاقسي والافريقي، لا والافريقي بعديه، لا الافريقي بعديه. النادي هيلعب من غير جمهور، على فكره نقطه من غير جمهور في الترجي في تونس مشكلة كبيره جدا، لان دي كانت بتسبب ضغط على الفرق اللي بتروح تلعب الترجي هناك. فدي ايجابيات كبيره جدا لازم الاهلي يستغلها. اصابات كتير الترجي كمان. يعني انا مش هتكلم على موضوع الاصابات، لكن اي حد ممكن يلعب في المباريات الكبيره اللي زي دي، اصابات مؤثره، حتى لو معز بن شرفيه حارس المرمى، تمام، رياض بن عياد، حمدي الهوني، كل دول. لا هو حمدي الهوني ده اكتر واحد ممكن يكون مؤثر في الفرق. يعني اي حد تاني ممكن لا، لكن حمدي الهوني بيعمل حمدي الهوني. بيسحب الفرقه بشكل رهيب جدا، بيعمل عمليه نقل الهجمه دي سريع، سرعه رهيبه جدا. عامل شبه، عارف زي مين كده في الدوري المصري؟ هو تونسي برضه، مين؟ رفيق كابو بتاع ام رفيق كابو طبعا، لعيب نفس الشكل كده وقصير لعيب كويس قوي. بس هو حمدي الهوني ليبي، يعني حمدي الهوني اعلى منه شويه، كمان اعلى منه شويه، لان هو لعيب كوره. يعني رفيق كابو من اللعيبه اللي بتستخدم سرعتها اكتر في، لكن ده لعيب كوره بيعمل عمليه يعني عمليه تغيير سرعته بتبقى كويسه جدا. لكن الاهلي لازم يبقى عامل حسابه ان بيلعب قدام فرقه برضه كبيره، يعني يعني موضوع انه بيلعب من غير جماهير ايجابيه بالنسبه له، لكن الفرقه هتحاول بقدر الامكان انها تعمل نتيجه ايجابيه مع النادي الاهلي. وفي المقابل النادي الاهلي ايجابيته في المباراه ان المباراه دي يعتبر ان في جماهير، لكن لازم يرجع من هناك وهو عامل نتيجه ايجابيه تريحه هنا، تريحه بشكل كبير. هنا بقى المباراه هتختلف طبعا، مباراه بجمهور زي المباراه بتاعت الرجاء، اعتقد فوق 50,000 يجاء اكتر، يعني تخش في 60 70 يعني الملعب هيتملي. المسانده الجماهيريه دي مع ان انت تبقى راجع من تونس وانت كسبان، طبعا هتفرق كتير جدا مع النادي الاهلي. توقعاتك الاهلي يعدي يا كابتن اشرف من الترجي؟ يعدي، هيعدي، لان ممكن يكسب هناك، كانت المباراه الاصعب امام الرجاء، يكسب هناك ممكن يكسب هناك. طيب احنا دايما تشكيل الاهلي ثابت، الشناوي ومعلول وهاني، هو عنده مشكله ابراهيم في قلوب الدفاع، لا ياسر ابراهيم وعم منعم خلاص، هو لسه يعني برضو احنا مش عايزين، ما انا بقول لحضرتك التشكيل يعني ماشي، وفي النص مروان عطيه وحمدي فتحي، وحمدي قدام في كهربا وفي شحات وفي بيرسيتاو. الحته بقى بتاعت نص الملعب الثالث بتاع حمدي فتحي مروان عطيه، متوقعه مين المره دي؟ ماتش السوبر لعب بقندوسي، ماتش الرجاء لعب بديانج. انا رايي يلعب بديانج في الاول، ديانج يبقى قافل ملعبه بشكل كويس قوي، لان حمدي فتحي ممكن يزيد اللي يعمل الزياده اللي تحت المهاجمين، عنده امكانيه انه يعمل عمليه الزياده اللي هو بيبقى 8 ممكن يشتغل 6 و8 في نفس الوقت، عادي جدا ممكن يعملها. القندوسي في توقيتات، من وجهه نظري في توقيتات معينه انت مش محتاجه، محتاج يبقى فيه صلابه في خط الوسط عشان تقدر تعمل عمليه التحكم في وسط الملعب. كابتن اشرف قاسم بيتوقع الاهلي هيتخطى الترجي التونسي ويوصل النهائي ان شاء الله. نهائي الوداد وصن داونز، انا شايف طبعا ان صن داونز هو اعلى فرقه موجوده في الرباعي دول. برضو الاختلافات دي بتختلف طبعا على حاله الفرقه في نفس اليوم، يعني الوداد فرقه مش قليله، فرقه كويسه جدا. لو صن داونز في مستواهم العالي اللي احنا شايفينه، لا صن داونز يعدي طبعا، يعني الاهلي وصن داونز من وجهه نظرك يعني احنا قايلين كده من بعد ماتش الرجاء فتره كبيره. طيب